بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول اليوم المحاضرة السادسة بعنوان Streptococci. The general characteristics، المواصفات العامة لهذه المجموعة، تكون مكورات موجبة لصبغة جرام، جرام positive cocci، non sporulating هي أيضا كحال الستافيلوكوكاي غير مكونة للسبورات، غير متحركة الموتايل، appear in chain تظهر على شكل سلاسل كما نلاحظ في هذه الصورة، تكون على شكل سلاسل. Most species are facultative anaerobes، أغلب أنواع هذه المجموعة تكون لا هوائية اختيارا، ومجموعة واحدة فقط تكون هوائية إجبارا. جميع أفراد هذه المجموعة ستريبتوكوكاي تكون سالبة لإنزيم الكتاليز، أي لا تنتج هذا الإنزيم، بخلاف الستافيلوكوكاي تكون منتجة لهذا الإنزيم. Some streptococci elaborate capsular polysaccharides، بعض أنواع هذه المجموعة لها القدرة على إنتاج محفظة من عديد السكريد. ايضا تمتلك hair like pili project through the capsule، ومن الكبسول من الداخل الى الخارج تختلق الكبسول الى الخارج تكون pili على شكل بروزات تشبه الشعيرات في مجموعة جرام في مجموعة الجروب A Streptococci، مجموعة A من العقديات تكون تمتلك هذه pili على شكل بروزات تخترق الكبسول إلى الخارج. هاي البلاي من تتكون، هاي خلينا نسميها الشعيرات أو الأهداف، تتكون جزئياً من partly of M protein ومغطات بحامض التيكيك أسيد الدهني. إذن هي تتألف من M protein and are covered with lipoteic acid. They are fastidious microorganisms، أي لها متطلبات تغذوية عديدة ومتنوعة، تسميها أحياء شرهة أو نهمة، بمعنى أنها لها متطلبات تغذوية عديدة ومتنوعة. The primary inhabitant of the upper respiratory tract of human، وهي تستوطن القناة التنفسية العليا للإنسان. التصنيف العلمي لهذه المجموعة تعود إلى المملكة بكتيريا والشعبة Firmicutes، كلاس باسيلاي، أوردر لاكتوباسيليلس، والفاميلي ستريبتوكوكيسي، الجنس هو ستريبتوكوكس. أيضا اكتشفها العالم روزنباخ في 1884. يعتمد التصنيف هذه المجموعة تصنيف إلى عدة أنواع، يعتمد على الآتي: أولا على السلوك التحلل الدموي أو تحلل الدم hemolytic behavior on blood agar. التصنيف الآخر وتصنيف العالمة ربيكا لانسفيلد وزملائها قسموها لعدة مجاميع من A إلى H ومن K إلى B، كلها مجاميع تعود إلى الستريبتوكوكاي، مجموعة A B C D إلى آخره. أيضا ممكن أن نقسم هذه المجموعة اعتمادا على biochemical reactions، على الفحوصات البيوكيميائية and resistant to physical and chemical factors، والمقاومة للعوامل الفيزيائية والكيميائية. أيضا ممكن أن تقسم هذه المجموعة حسب الوراثة الجزيئية molecular genetics و ecologic features والمواصفات البيئية. إذن هذه كانت أسس التصنيف. ما هي التراكيب المستضدية لهذه المجموعة؟ أولا الكابسول، تحتوي على كابسول لاحظ بهذا الشكل، هذه جسم الخلية، هذا هو حاجز بين خليتين، هذا هو cell wall، ولاحظ هذا الخط هذا تشوفوه، هذا هو حدود
الكابسول متكونة من عديد السكريات بوليسكرايد من نوع هيالورونيك أسيد. إذن هذه هي الكابسول، شوف قد عريضة، وهذا هو جسم الخلية، وهذا حاجز بين خليتين. أيضا صور بالمج، لكن كان صور بالمج الإلكتروني، هذا صور بالمج الضوئي. لاحظ هذه الخلايا هي سبتكوكال ومحيط بها الكابسول. المستضد الآخر، الأنتيجين الآخر، هو السيل وول بروتين، وهذا يتكون من عدة بروتينات. أولا M بروتين، T بروتين، سيل سيرفيس بروتين. السيل سيرفيس بروتين يقسم إلى R بروتين، F بروتين اللي هو يرتبط بالفايبرونكتين، فايبرونكتين يكون على الخلايا الطلعية وهذا بالخلية البكتيرية فيرتبط به. عندنا جي بروتين، هذا وين يرتبط بالاف سي بورشن اوف انتيبوديز، مثل ما تعرفون من المناعه الانتيبوديز بها الجزء الاف سي اللي هو يكون الساق مال حرف الواي، يرتبط به منه الجي بروتين. اذا عندنا ستيل سيرفيس بروتين، ثلاث بروتينات. الرابع بي سبستانس ميكس اب موست اوف ستيكوكال بودي، هذا يحيط بكل جسم الخليه مال ستيكوكس. إذا عندنا الكابسول المصد الأول، المستضد الثاني هو سيل وول بروتين، وبي ثلاث بروتينات، ام بروتين، تي بروتين، سيل سيرفيس بروتين. السيل سيرفيس بروتين أيضا من أربع بروتينات يتكون. الأنتيجين الرابع أو العفو الثالث هو سيل وول كربوهيدرات، سيل وول كربوهيدرات، هاي اللي اعتمدت عليه منه مثل ما قلنا ربك لانسفيلد وقسمتها الى عده مجاميع. راح ناخذ بس المجاميع المهمه من هاي اللي صنفتها ربك لانسفيلد. عندنا جروب اي يعتمد على شنو السكر مالت الكربوهيدرات ورامنوز انستيل جلوكوزامين، جروب بي يعتمد على رامنوز جلوكوزامين، الجروب سي يعتمد على رامنوز انستيل جلاكتوزامين، جروب دي جليسيروتيكيك اسيد كونتينينج دي الانين ان جلوكوز، والاف هو جلوكوبارينوسيل ان اسيتيل جلاكتوز امين. اذا كل مجموعه من المجاميع اللي صنفها ربيكا لانسفيلد السكر مالته اللي موجود بهذه المجموعه، يعني جروب اي سبتوكوكا شنو بها هذا السكر، جروب بي سبتوكوكا بهذا السكر، وهكذا. اذا مطلوب الحفظ فقط ذولي المجاميع وهذه هي السكريات اللي موجوده بها. الانتيجين الرابع هو السيل وول بيبتيدوغليكان، والخامس هو السيتوبلازميك ميمبرين انتيجينز. ناتي الى موضوع اخر اللي هو اكسترا سيلر ستريبتوكوكال برودكتس، ما هي المنتجات او النواتج التي تنتجها هذه البكتيريا ستريبتوكوكس خارج خلويه. عندنا الضيفان الاول او السم الاول نسميه ستريبتوكوكال بايروجينيك اكزوتوكسين، قبل كان شو يسموه إريثروجينيك توكسين، هسه يسموه ستريبتوكوكال بايروجينيك توكسين. الثاني هو كارديو هيباتيك توكسين، الضيفان القلب والكبد. الثالث هو الهيمولايسينز حالات الدم، وهنا عندنا نوعين من حالات الدم في هذه البكتيريا، الاول هو ستريبتولايسين او والثاني هو ستريبتولايسين اس، الاثنين هم حالات الدم من هذه البكتيريا. الرابع هو spreading factors، عوامل الانتشار لهذه البكتيريا، وتكون هيالورونيديز، بروتييز، ستريبتوكينيز، نكلييسز، و other extracellular products اكو غيرها عندنا مثل ايش؟ مثل C5A peptides. اذن ذولي الخمسة هم امثلة على spreading factors اللي تنتجها منه الستريبتو كوكاي، وبالذات ستريبتوكوكس بايوجينيز، كل هذه المنتجات تنتجها ستريبتوكوكال بايوجينيز. ناتي ما هي الامراض اللي سببها هذه البكتيريا اللي هي بالذات ستريبتوكوكس بايوجينيز اللي هي سميها جروب اي ستريبتوكوكاي. المرض الاول او المجموعه من الامراض نسميها سبيوراتيف ديزيزز، وهي الامراض القيحيه. أول مثال أمراض القيحية هو إمبتيجو القوباء. عندنا النوع الثاني من الأمراض هذه سببها البكتيريا القيحية هو السيلولايتس، نشوف هذه الصورة شلون تحلل الأنسجة ناتج بسبب ستريبتوكوكس بايوجينيز. النوع هذا أيضا صورة للسيلولايتس
صاير في منطقة الجفن العين. النوع الثالث من الأمراض القيحية هو إريسيبيلس، هذا يشبه سيلاتز لكن يكون سطحي، النتات يصيب الجلد لكن هذا سطحي، وسيلاتس يكون بالأنسجة العميقة. هذا الفرق بيناتهم. عندنا المرض الرابع هو نكروتايزينج فاشيايتس، يصيب الأحشاء، يصيب الأنسجة اللي هي قبل أو تحت الجلد. شوف كل المنطقة ملتهبة، وهذا القيح الناتج من البكتيريا، وهذا النكروسز بسبب البكتيريا. هذه البكتيريا يسموها فليش إيتينج بكتيريا، البكتيريا الآكلة للحم. طبعا هذا يؤدي إلى الوفاة، خلال يوم إلى 4 أيام ممكن أن يموت المريض. الخامس هو بيربرال فيفر، حمى النفاس. السادس هو ستريبتوكوكال سور ثروت، التهاب اللوزتين أو التهاب الحلق الناتج عن العقديات. نشوف هاي اللوزتين والالتهاب وعوين منتشر، هذا الأبيض، هذا كله التهاب أو البكتيريا العفو ملتصقة على الحلق، وطبعا هذا البايوفلمات البكتيريا، هذا كلها سبسس اللي سميناها سبتسيميا، وهي أمراض تكون جهازية. وكذلك توكسيك شوك سيندروم. هاي كانت الأمراض القيحية. المجموعة الثانية من الأمراض اللي تسببها بكتيريا ستريبتوكوكس بايوجينيز هي الأمراض غير القيحية، سكارلت فيفر، الحمى القرمزية. نشوف شلون خاصة بالأطفال، شوف يكون لون الجلد الخدين واللسان بهاي الحبيبات القرمزية اللون، يسموه لسان الفراولة ستروبري تونغ. وكذلك الطفح هذا اللي ينتشر على كل الجسم بعدين من الخد وينزع على كل الجسم، شوفوا النقاط الصغيرة سموا الحمى القرمزية. روماتيك فيبر، الحمى الرثوية، وهذه تصيب بالمفاصل. أكيوت جلوميرولونفرايتس، التهاب النفرونات الكلى الحاد. إريذيما نودوزم، نشوف الطفح هنا يصيب أو التهاب يصيب الجلد وخاصة بالأطراف السفلية، طبعا هذا تحت الجلد الإحمرار ظاهر، يعني ماكو شيء خارجي، هاي مو حبوب، هذا التهاب أحمر اللون يصير. كيف ممكن نشخص البكتيريا؟ أكو التشخيص الأولي اللي هو عن طريق هيموريتيك بيهافير، سلوك الدموي، السلوك التحلل الدموي على أطباق البلاد أجار. وأنا عندي 3 أنواع من التحلل بصورة عامة، يا إما يكون ألفا شو بصير اخضرار، أو بيتا تحلل كامل أو تحلل جزئي، أو جاما اللي هو عدم وجود أي تحلل. عندنا الباستراسين سنسيتيفيتي أيضا تكون مثال عليه السبتوكوكس أجلاكتياي، تكون مقاومة للباستراسين، والسبتوكوكس بايوجينيز تكون حساسة إليه. ممكن الشخص عن طريق الفلورسنت انتيبوديز الأجسام المضادة المتفلورة، عن طريق لاتكس اكسبوزر اجلوتينيشن تلازم مثل ما اخذته بالمناعة، أو عن طريق البي سي آر. بقية الأنواع العائدة لمجموعة السبتوكوكاي أو العائلة السبتوكوكيسي، عندنا ذيك أخذناها كلها كانت جروب أي مثل ما قلنا، الجروب بي ستريبتوكوكاي، وتتواجد وين؟ in oral cavity في التجويف الفمي، وكذلك أين في intestinal tract and vagina في الأمعاء والمهبل. من الأمثلة عليها الستريبتوكوكس أجلاكتياي، وهي تكون مغطاة بكابسول encapsulated طبعا عقدية. تسبب هذه البكتيريا neonatal meningitis، التهاب السحايا في أطفال حديثي الولادة، وكذلك تسبب لنا UTI و purple fever حمى النفاس. المجموعة الأخرى المهمة هي جروب سي ستريبتوكوكاي، هذه المجموعة تسبب التهابات أو إصابات في الحيوانات، ونادر ما تسبب لنا إصابات الإنسان. مثال عليها ستريبتوكوكس ديس أجلاكتياي
subspecies acquisimilis. شو سبب إنه بالإنسان؟ نمونيا، endocarditis، meningitis، and wound infections. كل المصطلحات اللي تعرفوها تخطوها سابقا. أيضا عندنا جروب دي سبتوكوكاي اللي دائما تكون جاما أو ألفا هيمولوتيك on sheep blood agar. عكس السبتوكوكس A جروب اللي هي أو جروب A السبتوكوكاي اللي هي مثال عليها قلنا السبتوكوكس بايجينيز تكون من نوع بيتا هيمولوتيك. إذن الدي هي جاما غير محلل الدم أو ألفا تكون من نوع التحلل الدم. تعيش وين؟ في الأمعاء intestinal origin فنسميه انتيرو كوكاي. ما نسميه سبتوكوكاي نسميه انتيرو كوكاي. مثال عليها انتيرو كوكس في كيلس. ما نقول سبتوكوكس في كيلس نسميه انتيرو كوكس في كيلس. العلاج لهذه المجاميع غير الأي هو البنسلين والسبتومايسين يعتبر drug of choice. طبعا حتى بالجروب A أيضا البنسلين ومشتقاته أو أيضا يستعمل لعلاج هذه البكتيريا. شكرا جزيلا لإصغائكم.